خلاص نتكلم برضو شوية عن امبارح ومباراة ليفربول وتشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وامبارح ليفربول بيتفوق على تشيلسي بركلات طبعا الترجيح بعد ما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. في الدقيقة 33 خرج محمد صلاح من المباراة بعد إصابته، بنقول له مليون سلامة عليك. ويمكن الناس كلها امبارح بعد وهي بتتفرج كده على المباراة وشافت محمد صلاح خارج، جه على طول في الأذهان فكرة النهائي تشامبيونز ليج أمام ريال مدريد، محمد صلاح هيكون بيلحق ولا لأ؟ طب إيه اللي حصل؟ طب الدنيا شكلها عامل إزاي؟ لكن التقرير بيقول إن محمد صلاح أكد لبعض الصحفيين والمراسلين اللي كانوا موجودين إنه جاهز إن شاء الله لمباراة ليفربول أمام ريال مدريد، وإن الإصابة هتكون عبارة بس عن التهابات في رجليه ومش هتكون مش حاجة كبيرة بإذن الله. الجهاز الفني لمنتخب مصر كمان كان اتكلم وتواصل مع محمد صلاح بعد المباراة على طول، وان اللاعب أكد ان الإصابة مش كبيرة، وحتى يعني لما جيت سأل قال ان الإصابة مش كبيرة، ان شاء الله نكون نتمنى ان هي تكون حاجة بسيطة ويكون محمد صلاح متواجد في النهائي بإذن الله. يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كمان قال بعد المباراة اعتقد ان إصابة محمد صلاح مش الإصابة يعني أو أسوأ، مش أسوأ من إصابة فان دايك، وده اللي اتكلم فيه يورجن كلوب. وأضاف كمان هو في وضع جيد دلوقتي وهو شعر بس بالإصابة في وقت من المباراة، وأتمنى أن يكون في وضع جيد ولسه عنده عدد من اللعيبة في القائمة تحسبا لعدم لحاق محمد صلاح بالنهائي، ولكن إن شاء الله نتمنى أن يكون محمد صلاح موجود بالنهائي. كمان في صفحات اتهمت